السلام عليكم. لن تصدق، رجل نزل في هذا البئر فوجد معجزة كبيرة أبكت الجميع سبحان الله. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. مر رجل في مكان بئر ماء وإذا به يتعثر ويسقط في البئر. تجمع الناس حول البئر ليحاولوا إخراج الرجل منه، وبعد محاولات تمكن الناس من إخراجه من البئر وأعطاه أحدهم كوب لبن ليشربه حتى يلتقط نفسه ويسترد عافيته. وعندما ارتاح الرجل سأله رجل عن كيفية سقوطه في البئر، فلم يكتفي بالشرح الكلامي بل وقف وبدأ يمثل طريقة سقوطه، ولكنه وقع في البئر مرة أخرى، ولكن في هذه المرة مات الرجل إثر سقوطه. قال أحد الصالحين فور سماعه للقصة إن هذا الرجل بقي من رزقه شربة لبن، فسيق إليه رزقه، وعندما انتهى رزقه وحان أجله مات في المكان الذي يحذر الموت فيها. فعلم أخي الكريم أن الرزق بيد الله وحده، وأن الإنسان مهما سعى في طلب الرزق فلن يأتيه إلا ما كتب الله له، ومهما حيل بينه وبين رزقه فإن رزقه آتيه كما يأتيه أجله. فقد روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. ثم أعلم أن السعادة في هذه الدنيا ليست بوفرة المال، وإنما هي بالإيمان والقناعة والرضا، وإن الدنيا أهون من أن يضيق الإنسان ذراعا لقلته في يده. فما أحقر هذه الدنيا التي شغلتنا عن الآخرة وانتبتنا الهم والغم. إن قلت في أيدينا فلا تحزن يا أخي، ولا تيأس، ولا تنظر إلى من فوقك، وانظر إلى من دونك، تدرك نعمة الله عليك. فإن كنت فقيرا فغيرك مثقل بالديون، وإن قل المال في يدك فغيرك فقد المال والصحة والولد. فارضى بقضاء الله وقدره في تقسيم الأرزاق، واعلم أن الله لا يقدر لك إلا الخير، وأن تدبير الله لك خيرا من تدبيرك لنفسك، ولا يعني ذلك أنك تترك الأخذ بأسباب الرزق، فهذا قدح في الشرع. فإذا ضاق بك الحال أو كسرت يديك فأولا تزود بالقناعة، ثم خذ بأسباب الرزق مع التوكل على الله، والجأ إليه بالدعاء والتضرع بين يديه، لا سيما في الثلث الأخير حيث ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فارج الله، وضع مسألتك بين يديها واسأله الرزق الحلال، فهو الذي لا يخيب من دعاه. فقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.